أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا يسأل يقول: ما هي طريقة الصحابة والتابعين في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كلما دخل الشخص المسجد النبوي يزور أو على كل فرض من الفروض الخمسة؟ لا، هذا لا يجوز، هذا بدعة. التردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، يعني تترددون عليه وتجلسون عنده. إنما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للقادم من سفر، سواء كان من أهل المدينة أو من غيرهم، فالقادم من السفر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف، وإذا أراد أن يدعو الله يدعو الله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء زائرا، إذا جاء من سفر، فإنه يقف على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم محاذيا له، مواجها له، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتأخر قليلا ويقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتأخر قليلا عن يمينه، ثم يقول: السلام عليك يا عمر بن الخطاب ويا أبتي، ثم ينصرف رضي الله عنه. نعم.